بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. خلال البرقية قال وزير الداخلية إن رجال الشرطة سيبذلون المزيد من العطاء والتضحية تحت القيادة السياسية الحكيمة في سبيل رفعة وازدهار الوطن الغالي ورخائه. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي دبالي، وبعث أيضا وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. أيضا بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وبرقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.